الساعة الآن 1:05 في القاهرة مصر المحروسة بأمر الله تعالى، ومضيفكم اليوم الباحث والمترجم الفوري العبد الفقير إلى الله محمد رفعت. نستعرض مع حضراتكم الجزء الخامس أو قد يكون السادس من كتاب أحجار على رقعة الشطرنج للجنرال الأدميرال البحري ويليام جيكار. واليوم نبدأ من صفحة 65 في الترقيم الموجود، ونتكلم عن قصة الثورة الفرنسية وعلاقتها باليهود والصهيونية. الثورة الفرنسية التي حدثت 1789 ميلادية. البث المباشر اليوم يستعرض حقائق تاريخية، ويشرفني أن تشاركون هذا البث عبر التعليق، سواء عبر منصة الدردشة أو على منصة اليوتيوب، على قناة الفضول يوتيوب، على بودكاست كتاب أونلاين. ضيوف الأعزاء على منصة تيك توك، أبدأ الآن السرد في حكاية الثورة الفرنسية، وأبدأ بالاقتباس من الكتاب، ونستهل كلامنا قبل الاقتباس بالصلاة الكاملة على سيد الخلق. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تاما على نبيك، تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله. عفوا، كلمة إيدوم أو إيدام لها دلالتها في التاريخ اليهودي كما جاء في الموسوعة اليهودية، وهي تعني أحمر. ويقص علينا التاريخ كيف أن صائغا يهوديا يدعى أمشيل موسى باور أنهكه التجوال في أراضي أوروبا الشرقية، فقرر قراره على الاستقرار نهائيا في فرانكفورت في ألمانيا عام 1750، حيث افتتح محلا للصرافة في منطقة جود يانسرس. وفوق باب دكانه كان يعلق درعا أحمر رمزا لمهنته. وهنا يجدر بنا أن نذكر أن الثوريين اليهود في أوروبا الشرقية اعتمدوا أيضا على البيرق الأحمر شعارا لهم، لأن اللون الأحمر يرمز إلى الدم. ومن المهم لدى دراسة حركة الثورة العالمية أن نتذكر أن العلم الأحمر كان رمزا للثورة الفرنسية ولكل ثورة تلتها حتى الآن. ينتهي هنا الاقتباس الأول، وأريد أن أعلق أن بعد هذا اللون الأحمر حل محله البرتقالي في الثورات البرتقالية أيضا قبيل ثورات الربيع العربي التي انفجرت واندلعت في عام 2011، وكمن شهد على ذلك والعبد الفقير إلى الله. نرجع إلى الاقتباس. والأكثر من ذلك دلالة هو أن لينين عندما قلب الحكومة الروسية بتمويل من الصارفة العالميين وأسس الدكتاتورية الطاغية الأولى عام 1917، كان تصميمه لراية الدولة علما أحمر في طرفه مطرقة ومنجل، وتعلو كل ذلك نجمة يهوذا اللي هي ستار اوف ديفيد، نجمة يهود. يبقى ما بين السرد وما بين التعليق ينتهي الاقتباس، وأقول لكم الآن دلالة اللون الأحمر أيضا مرتبطة بمهنة البغاء والدعارة في كل كتب السيرة قرأنا عن أصحاب الرايات الحمر، والأمر معلوم للجميع. ولكن عشان نتوغل أكثر بعمق في هذا الموضوع،
سوف نتكلم أيضا عن العائلة التي لقبت ب أيضا أصحاب الرداء الإيه الأحمر، وعائلة مشهورة جدا جدا مهمة جدا جدا هنتكلم عليها أيضا. الاقتباس يأتي هنا في فقرة شيقة جدا وعنوانها روتشيلد أو روثشايلد وإمبراطورية المال اليهودية. كان لأمشيل موسى باور ابن من مواليد عام 1743 اسمه أمشيل ماير باور. توفى الأب عام 1754 عندما كان ابنه في 11 من عمره، وكان والده قد دربه على كل ما يتعلق بأمور مهنة الصياغة والربا يوجري. بدأ الابن حياته ككاتب في مصرف أوبنهايمر، ولم تمضي فترة طويلة حتى برهن عن حذاقة وموهبة في شؤون الصرافة، مما حدا بأصحاب المصرف إلى أن يكافئوه بإدخاله شريكا جزئيا في المصرف. ثم لم يلبث أن عاد إلى فرانكفورت ليتسلم ويدير المؤسسة التي خلفها أبوه، وكانت درع الأحمر لا يزال معلقا بأبهة وفخر فوق الباب. ولمعرفته بالدلالة السرية لهذا الدرع قرر أمشيل ماير باور أن يتخذ اسما جديدا لعائلته، ومعنى الدرع الأحمر بالألماني روت شيلد أو روث تشايلد. وهكذا انبثقت إلى الوجود عائلة روتشيلد. توفى أمشيل ماير باور عام 1812 وكان له 5 من الأولاد دربهم تدريبا دقيقا ليصبحوا من جهابذة المال والذهب. وكان أقدر هؤلاء الأبناء ناثان الذي أظهر مقدرة خارقة في شؤون المال، حتى إنه أوفد إلى إنجلترا وهو في عامه 21 بهدف السيطرة على مقدرات إنجلترا الاقتصادية. وقد تلقى نيثان روتشيلد لدى سفره مبلغ 20,000 جنيها، فاستطاع إثبات مقدرته المالية بتحويل هذا المبلغ إلى 60,000 جنيها إنجليزيا خلال 3 سنوات فقط. وفي عام 1773 كان ماير روتشيلد لا يزال في 33 من عمره، وقد دعا لملاقاته في فرانكفورت 12 رجلا من كبار الأغنياء لإقناعهم بتجميع ثرواتهم وتأسيس مجموعة واحدة ليكون بإمكانهم أن يمولوا الحركة الثورية العالمية. خلوا بال حضراتكم، ما زلت أقتبس من كتاب أحجار على رقعة الشطرنج. وكشف لهم روتشيلد كيف تم تنظيم الثورة الإنجليزية، وبين لهم الأخطاء التي ارتكبت، وكانت الثورة بطيئة جدا وأخذت وقتا طويلا، ولم تتم تصفية الرجعيين بالسرعة والقسوة الكافيتين. ويعتمد المخطط الخاص بفرنسا على المناورة بثرواتهم الضخمة المتحدة، مما سيؤدي إلى خلق ظروف
اقتصادية مشبعة بالقلق، بحيث تتفشى البطالة بصورة شاملة بين جماهير الشعب الفرنسي، فتدفعها إلى حالة قريبة من المجاعة، فتنصب مسؤولية الانهيار الاقتصادي على عاتق الملك والبلاط والنبلاء والكنيسة وأرباب الصناعة وأرباب العمل، ويندس المحرضون والدعاة المأجورون بين صفوف الشعب ليشيعوا مشاعر الحقد والبغضاء، ويطالبوا بالانتقام من الطبقات الحاكمة التي يشهرون بها بالفضائح الجنسية، كما يلصقون بها كل أنواع الاتهامات الحقيقية والباطلة. نستكمل الاقتباس من كتاب أحجار على رقعة الشطرنج، وما زلنا نتكلم على خطة عائلة روتشيلد في تحريك جموع الجماهير لإثارة الفوضى والإطاحة بالنظام الملكي إبان الثورة الفرنسية المشهورة. أعيد أقتبس، وفيما يلي نسخة ملخصة لخطة العمل. هذه تبين طبيعة المؤامرة التي رسمها هؤلاء آنئذ للسيطرة على الثروات والموارد الطبيعية واليد العاملة في العالم. لاحظوا معي. 1- بدأ روتشيلد كلامه بشرح أبعاد الخطة قائلاً عفوا، بما أن أكثرية الناس تميل إلى الشر أكثر من ميلها إلى الخير، فإن الوسيلة المثلى للحصول على أطيب النتائج في الحكم هي استعمال العنف والإرهاب، وليس استعمال المناقشات العلمية الهادئة. فالقانون بحسب رأيه ليس إلا القوة المقنعة، وتوصل إلى الاستنتاج المنطقي الذي يقول أن قوانين الطبيعة تقضي بأن الحق هو القوة. Might is right. 2- ثم أكد روتشيلد أن الحرية السياسية ليست إلا فكرة مجردة ولن تكون حقيقة واقعة، ويستنتج من ذلك أن كل ما يقتضيه الوصول إلى السلطان السياسي هو أن يبشر شخص ما أو هيئة ما بالتحرر السياسي بين الجماهير، حتى إذا آمنت هذه الجماهير بتلك الفكرة المجردة قبلت أن تتنازل عن بعض امتيازاتها وحقوقها دفاعا عن تلك الفكرة، ويستطيع المتآمرون أن يستولوا على هذه الامتيازات والحقوق. 3- وأكد روتشيلد بعد ذلك أن سلطة الذهب قد تمكنت من انتزاع مقاليد الحكم من الحكام الأحرار، وذكر مستمعيه بأن الدين كان هو المسيطر على المجتمع ذات يوم، عفوا الدين
كان هو المسيطر على المجتمع ذات يوم. ثم لما استعيد عن الدين بالحرية أضحى الناس لا يعرفون كيف يستعملون هذه الحرية باعتدال، ودفعه ذلك إلى الاستنتاج بأن بإمكان المتآمرين أن يستعملوا فكرة الحرية لإثارة النزاعات الطبقية داخل المجتمع الواحد. وأضاف أنه لن يكون مهما بالنسبة لنجاح مخططنا على الإطلاق أن يتم تدمير الحكومة القائمة من الداخل أو من الخارج، لأن المنتصر كائنا من كان سوف يحتاج إلى رأس المال وهو بكامله بأيدينا نحن. 4. وأعلن روتشيلد بعد ذلك أن الوصول إلى الهدف يبرر استعمال أي وسيلة كانت، لأن الحاكم الذي يحكم بموجب القواعد الخلقية ليس بالسياسي الماهر في المناورات، لأنه يلتزم بالحق والشرائع ولا يقبل بالكذب على الجماهير، وهكذا يكون وضعه ضعيفا ومعرضا دائما للهزات. ثم أضاف قائلا: يجب على الذين يرغبون في الحكم أن يلجأوا إلى الدسائس والخداع والتلفيق، لأن الاجتماعية الكبرى كالصدق والاستقامة ما هي إلا عيوب كبرى في السياسة. ويضيف الجنرال ويليام جيكار قائلا: أنا على اقتناع بأن الوثائق التي وقعت عام 1901 بحوزة البروفيسور سيرجي نيلوس الروسي، والتي نشرها في كتاب تحت عنوان الخطر اليهودي عام 1905 في روسيا، لم تكن إلا نسخة موسعة عن المؤامرة الأصلية. ويبدو من مقارنة النصوص أن القسم الأول مطابق لما أوردت، ولكن هناك بعض المعلومات الإضافية التي تكشف كيف أن المتآمرين استعملوا الداروينية والماركسية وحتى المبادئ التي قامت عليها فلسفة نيتشه، والأهم من ذلك كله أن تلك الوثائق المكتشفة عام 1901 تكشف كيف أن الصهيونية ستستعمل كسلاح جديد في المؤامرة. وهنا يجدر بنا أن نذكر أن الصهيونية لم تولد إلا عام 1897. وقد ترجم كتاب الخطر اليهودي إلى الإنجليزية السيد فيكتور مارسدن، وطبعته شركة مطبوعات بريتنز في لندن بإنجلترا تحت عنوان بروتوكولات حكماء صهيون عام 1921. وقد يدور في الذهن السؤال التالي: ما هو البرهان على صحة انعقاد تلك الاجتماعات السرية؟ وإذا تأكدنا من انعقاد هذه الاجتماعات،
فكيف نثبت أن مثل هذه المواضيع بحثت خلالها؟ والجواب على ذلك في منتهى البساطة، إن العناية الإلهية هي التي تولت كشف تلك الخطة الشيطانية. عام 1785 كان أحد الفرسان، وهو السير غير معروف الاسم، كان يسير بجواده بين فرانكفورت وباريس حاملا معلومات مفصلة حول الحركة الثورية العالمية عامة، وتعليمات خاصة حول الثورة الفرنسية. كانت تلك التعليمات صادرة عن النورانيين اليهود في ألمانيا، موجهة إلى السيد الأعظم لماسوني الشرق الأكبر في فرنسا. وكانت محافل الشرق الأكبر الماسونية في فرنسا قد تحولت إلى شبكات سرية تعد للثورة وأعمال العنف على يد الدوق دوريان السيد الأعظم لماسوني فرنسا. أصيب ذلك الفارس بصاعقة في طريقه عبر منطقة راتسبن، قضت عليه ووقعت الوثائق التي يحملها بحوزة رجال الشرطة الذين سلموها بدورهم إلى السلطات المحلية في بافاريا. وهكذا نرى في حال دراستنا لتطور الأحداث الارتباط القائم بين آل روتشيلد واليهود النورانيين في فرانكفورت، والنورانيين المتسللين داخل الماسونية الفرنسية الحرة، والذين أسسوا محافلهم الخاصة المعروفة بمحافل الشرق الأكبر. نستكمل معا كتاب أحجار على رقعة الشطرنج، ونحن نتحدث هذه الليلة على تخطيط النورانيين أو إلوميناتي للثورة الفرنسية. ونبدأ بفقرة جديدة، صفحة 70 من كتاب الجنرال، تخطيط الثورة. بدأ العملاء النورانيون بالاحتكاك بالماركيز ميرابو، وكان ميرابو ينتمي إلى طبقة النبلاء ويتمتع بنفوذ كبير في أوساط البلاط الملكي، كما كان صديقا حميما للدوق الذي اختير ليكون الواجهة الظاهرة للثورة الفرنسية. والأهم من ذلك كله، كان الماركيز ميرابو مجردا من الأخلاق، وكانت حياته مليئة بالفواحش، مما أدى إلى وقوعه في الديون الباهظة. كان من السهل إذن على كبار المرابين جعل عملائهم يتصلون بميرابو الخطيب الفرنسي الشهير، وتحت ستار الصداقة والإعجاب بالمواهب الخطابية، كان هؤلاء العملاء يعرضون على ميرابو مساعدتهم المالية لإنقاذه من مصاعبه المادية. ولكن ما كانوا يقومون به في الواقع هو تدبير انغماسه في هوة الرذيلة والإباحية إلى أحط درجاتها. وهكذا انتهى به الأمر إلى أن أصبح مدينا لهم بمبالغ طائلة جعلته تحت رحمتهم وطوع إرادتهم. وفي اجتماع عقد لتوثيق ديونه، تم تعريف ميرابو باليهودي الكبير موشي مندلهام الذي وضعه تحت رعايته وتولى تعريفه في الوقت المناسب،
بامرأة حسناء اشتهرت عفوا بجمالها وسحرها، كما اشتهرت بتجردها من أي وازع أخلاقي. كانت هذه الحسناء اليهودية متزوجة من رجل يدعى هيرز، ولكن هذا لم يزد ميرابو إلا ولعا بها ورغبة فيها. ولم تمضي فترة طويلة حتى أصبحت تقضي مع ميرابو من الوقت أكثر مما تقضي مع زوجها، وهكذا أصبح ميرابو بلا حول ولا قوة، مربوطا بالديون الباهظة ومفتونا بسحر السيدة هيرز من جهة أخرى. وهكذا ابتلع الطعم والسنارة، ولكن العملاء كما يفعل الصيادون المهرة لم يضيقوا عليه الخناق بادئ الأمر. عفوا. كانت الخطوة التالية إدخاله إلى النورانية، وكان عليه أن يقسم أغلظ الأيمان للمحافظة على السرية والطاعة تحت طائلة التهديد بالقتل. والخطوة التي تلت ذلك هي زجه بمواقف معينة أخذت بعد مدة طريقها إلى الشيوع بصورة غامضة، وقد سمي هذا الأسلوب الذي يؤدي إلى تحطيم الصورة المعنوية الاجتماعية لشخص ما بالفضيحة أو التلطيخ أو التشهير. وكانت النتيجة المباشرة لهذه الفضائح وحملة التشهير أن تنكر لميرابو زملاءه وأقرانه من طبقته الاجتماعية، وأدت إلى امتلاء ميرابو بمشاعر الحقد التي تحولت إلى رغبة في الانتقام، وتفجرت باعتناقه مبادئ القضية الثورية. لقد كانت مهمة ميرابو العمل على إغراق الدوق دوريان وإقناعه بأن يقوم بدور القائد للثورة الفرنسية، وكان الاتفاق الضمني قد تم على أن ينصب الدوق دوريان نفسه على العرش بعد الملك كحاكم ديمقراطي. وقد حرص مخططو مؤامرة الثورة الفرنسية على أن يتجنبوا إعلام أي من ميرابو والدوق دوريان أنهم ينوون إعدام الملك والملكة والألوف من النبلاء، وأقنعوهما بأن هدف الثورة ليس إلا تطهير السياسة والدين من الخرافات والطغيان. وعهد إلى آدم وايزهوبت بمهمة تنسيق الطقوس والشعائر النورانية لاستعمالها في محافل الشرق الأكبر الماسونية. كان وايزهوبت يعيش في فرانكفورت، ولقد قام ميرابو بتعريف الدوق دوريان وصديقه تاليران إلى وايزهوبت الذي تولى بدوره مهمة تعريفهما بأسرار محافل الشرق الأكبر الماسونية، وشرع الدوق دوريان بإدخال طقوس الماسونية الجديدة، ماسونية الشرق الأكبر، إلى الماسونية الفرنسية الحرة. ولم يأتي العام 1789 حتى كان هناك أكثر من 2000 محفل في فرنسا تابعة لماسونية الشرق الأكبر، تضم تشعباتها أكثر من 100,000 عضو. وهكذا تمكنت النورانية اليهودية بإشراف موشي مندلسون من النفاذ إلى قلب الماسونية الأوروبية الحرة على يد آدم وايزهاوبت. وقام النورانيون اليهود بعد ذلك بتشكيل لجان ثورية سرية داخل المحافل الماسونية، وهكذا تأسست القاعدة الصلبة للحركة الثورية في فرنسا في التشكيلات السرية التابعة للمحافل. بعد أن نجح ميرابو بمهمته أخذ يدفع صديقه للانزلاق في الرذيلة والفجور،
حتى هوى إلى نفس الدرك الذي كان هو قد وصل إليه من قبل، وقاده إلى العزلة الاجتماعية. ولم تمضي 4 سنين حتى ناء كاهن الدوق دوريان بالديون الباهظة، بحيث لم يرى مفرا من الاقتناع باللجوء إلى طريقة خطرة هي الاشتراك في عمليات التهريب والتجارة المحرمة حتى يسترد بعض خسارته، إلا إن مغامراته كانت دائما تبوء بالفشل ويفتضح أمرها بطريقة غامضة، مما زاد موقفه سوءا وحمله خسائر أفدح. وفي عام 1780 بلغت ديونه مبلغ 800,000 ليرة فرنسية، يعني ما يقرب من 1,000,000 ليرة يعني. وحينئذ تقدم المرابون ثانية وشرعوا يقدمون له النصائح المتعلقة بأعماله المالية ويمدونه بالمعونة النقدية، وحبكوا دسائسهم حوله واستخدموا مهارة في المناورة، حتى وصلت أوضاعه إلى درجة من السوء لم يجد معها بدا من رهن جميع أملاكي وأراضيه وقصوري بما فيها القصر الملكي المخصص له كضمان للديون التي بذمته. ثم وقع الدوق دوريان عقدا بإذن لدائنيه اليهود بإدارة كل ما يخصه من أرض وممتلكات، حتى يؤمنوا له مبلغا يكفي لسداد ديونه، ويعطوه دخلا مناسبا ثابتا يمكنه من العيش. عفوا، لم يكن الدوق دوريان يوما بالرجل الألمعي فيما يختص بالقضايا المالية، وكان أغلب الظن لديه وهو يوقع العقد مع الصارفة اليهود أن الاتفاق صفقة سليمة، فقد تعهد المرابون بإدارة ممتلكاته وتحويل عجزه المالي إلى نجاح. وهل كان يريد أكثر من ذلك؟ لا ريب في أن الدوق لم يكن يشك أبدا في أنه بتوقيعه ذلك العقد باع نفسه جسدا وروحا إلى الشيطان، ولكنه فعل ذلك وأصبح بين أيدي العملاء بكليته. وعينت القوى الخفية يهوديا من أصل إسباني للإشراف على أملاك الدوق دوريان وعلى قصره الملكي الباليه رويال، وكان هذا اسم هذا المشرف اللي هو الريسيفر زي الحارس القضائي يعني اليهودي شادرلوس دي لاكلوس. وكان شادرلوس معروفا بكتابه العلاقات الخطرة وغيره من الكتب الجنسية الفاضحة، وكان يدافع علنا عن فسقه المتمادي بأنه إنما يدرس سياسة الحب من كل جوانبه لأنه مغرم بالسياسة. وقد حول قصر الدوق دوريان الذي عهد به إليه إلى أضخم وأشهر دار للتهتك، يعني الدعارة للإنحلال الخلقي الممارسات الجنسية عرفها العالم حتى ذلك الوقت، ليصبح المركز الذي تصمم وتنفذ فيه تفاصيل الحملة الهادفة إلى تحطيم المعتقدات الدينية والأخلاق العامة في فرنسا. وكان كل هذا يتم على أساس المبدأ الحاخامي: أفضل الثوريين شاب مجرد من الأخلاق. ولم يكن شادرلوس دي لاكلوس وحيدا في مهمته، بل كان له شريك يهودي أيضا اسمه كاغلياسترو جوزيف بالسامو من باليرمو. وقد حول هذا أحد منازل الدوق إلى مركز للطباعة، أخذ يصدر منه المنشورات والإعلانات الثورية
كما قام بتنظيم لجنة الإعلاميين الثوريين المحرضين، والتي كانت مهمتهم نشر الأدب الثوري وتنظيم الحفلات الموسيقية والمسرحيات والاجتماعات الخطابية للمناقشة. كان الهدف من كل ذلك إثارة المشاعر لدى الجماهير والتمهيد للثورة. كما قام بلسامو بتنظيم حلقة من الجواسيس والعيون لكي ينقلوا معلومات الفضائح لأسيادهم من رجال القوى الخفية، لكي يقوموا باستغلالها في قضايا التشهير بالشخصيات الاجتماعية المرموقة. وكان الرجال والنساء الذين يقعون في شباك لاكاوس وبلسامو لا يلبثون أن يصبحوا فريسة للابتزاز، حتى يصبحوا أداة طيعة ينفذون ما يؤمرون به. وهكذا تحولت ممتلكات الدوق دورليان إلى مركز لتدبير الثورة، وتغلغلت الخلايا في قاعات الاجتماعات والمسارح والمعارض الفنية والنوادي الرياضية، فتحولت إلى قاعات للمغامرة ومنازل الدعارة وحانات لطاعات الخمور والمخدرات. وكان زعماء الثورة الفرنسية المنتظرون محاطين بهذا الجو الموبوء، حيث تتعطل ضمائرهم ثم يقضى عليها إلى الأبد بتشجيعهم على الانغماس في أعمال الشر والرذيلة. وكتب سكادر في كتابه أمير الدم في معرض حديثه عن قصر البالي دوريان: لقد كان هذا القصر يشغل رجال الشرطة أكثر مما تشغلهم بقية المناطق في باريس كلها مجتمعة. نتوقف في حكايتنا عن قصر بالي رويال، القصر الملكي للدوق دوريان المديون لعائلة روتشيلد والقوى الخفية، وننتظر إن شاء الله استكمال هذا الكتاب الشيق في لقاء آخر. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.